جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح عن قراءة الفاتحة عند المآتم، ما رأيكم في من يفعل ذلك؟ إقامة المآتم محرمة وبدعة، وتدخل في النياحة، تدخل في أكل المال بالباطل، وفيها محاذير عظيمة. فلا يجوز إقامة المآتم على الأموات، وإنما المشروع التعزية بدون إقامة مآتم. تعزية يعني يدعى للمصاب وللميت، تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، بدون إقامة مآتم. إذا لقيت المصاب أو جئته في بيته أو في أي مكان يوجد ودعوت له وواسيته فهذا أمر مشروع. أما إقامة مآتم وسرادقات وإمضاء أيام في الأكل والشرب فهذا واستئجار المقرئين وغير ذلك، فهذا كله من البدع والآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولا وقراءة القرآن فيها قراءة الفاتحة أمر مبتدع، لأن هذا ليس موطنا لقراءة القرآن، بل يصان القرآن ويعظم عن هذه المآتم البدعية.